وافق الاردن رسميا على استضافه الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومه اليمنيه والحوثيين لمناقشه بنود اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت في بيان لها إنها وافقت على الطلب المقدم بهذا الشأن من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مشيرة إلى أن الأردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب الأشقاء لوضع حد لهذه الأزمة والتوصل إلى حل سياسي لها وفقا للمرجعيات المعتمدة، وبحسب مصادر رسمية فإن تحديد موعد الاجتماع والترتيبات اللوجستية سيكون من اختصاص مكتب مبعوث الامين العام للامم المتحده في اليمن